مصر المغرب. صباحو دور الثمانية من بطولة أمم أفريقيا هيشهد واحد من أقوى الدربيات العربية على مر التاريخ. ديربي بيتفوق فيه المنتخب المغربي بالمواجهات المباشرة والإحصائيات التاريخية بشكل رهيب. مصر ما كسبتش المغرب في تاريخها إلا 3 مرات بس، وقعدت فترة 31 سنة بدون أي انتصار. ولكن المواجهة الأخيرة كانت من 5 سنين في بطولة أمم أفريقيا 2017 في نفس دور الثمانية ده برضو، ومصر هي اللي كسبت 1-0 بأهداف كهربا. ولكن شتان الفارق ما بين مواجهة من 5 سنين ومواجهة النهاردة. منتخب مغربي قوي مقنع، صعد في تصفيات كأس العالم إلى المباراة النهائية بدون مشاكل، وصعد إلى دور الثمانية من بطولة أفريقيا برضو بدون مشاكل، في مواجهة منتخب مصر اللي كان بيعاني من مشاكل وفقدان ثقة ما بين اللعيبة وبين الجمهور وبين الجهاز الفني، وفجأة تحدت كل العوامل دي في شكل انتصار عظيم ضد الكوت ديفوار في مباراة دور الـ16. مصر كانت زي العملاق الجريح اللي واقع على الأرض متأثر بكل جراحه، ولكن فجأة بدأت تطيب هذه الجراح وبدأ الوحش يستفيق مرة أخرى. أسود الأطلس ضد الفراعنة، مواجهة قوية جدا، نقاط ضعف وقوة الفرقتين هي اللي هنتكلم عليها في حلقة النهاردة. كل الناس عارفة أنا بحب جماهير المغربية قد إيه، وبحب لعبة المغرب قد إيه، والكرة المغربية بشكل عام، ومنتخب المغرب بشكل خاص، بس في دور الثمانية إحنا بقينا خصوم في الكرة بس. وكده كده إن شاء الله اللي هيكسب في المباراة دي هنشجعه لحد النهاية. أيوة، لأن المنتخب العربي الوحيد التاني هو تونس وهو الناحية التانية، فيعني بيه. حلقة النهاردة لازم نوصلها ل 50,000 لايك على يوتيوب، أقل من كده غير مقبول. غير مقبول. أنا بتكلم على مصر والمغرب، جماهير عريقة عظيمة. سبسكرايب واشترك في القناة دلوقتي حالا، وفعل جرس التنبيهات لأن حلقات بطولة أفريقيا نار. تابعني في ستوريات على انستجرام لردود أفعال على كل اللي بيحصل في مباراة بطولة الأمم، وارجع لي هنا علشان أقول لك يلا بينا نخش في التفاصيل. بداية الكلام لازم تكون على منتخب مصر. الحلقة اللي فاتت واللي قبلها طبعا كانت حلقات فيها مشاعر بس وانفعالات بس، الكلام العقلاني وبعض التفاصيل الكروية ما قدرتش ان انا اقولها، فلازم نتكلم فيها النهاردة. مبدئيا عايز اقول لبعض الناس اللي شايفين ان رد فعل الشارع المصري بشكل عام على انتصار الكوت ديفوار كان مبالغ فيه قوي، فاحب اقول لكم ان ده ما كانش مجرد انتصار في مباراة دور 16 في بطولة افريقيا، لا خالص. وزن واقع المباراة دي اتقل واكبر من كده بكتير. قبل مباراة الكوت ديفوار كل عناصر كرة القدم في مصر كان فيها مشاكل وخلل، الجهاز الفني من ناحية، اللاعبين من ناحية، والجماهير من ناحية تانية، ما كانش فيه أي رابط ما بين الثلاث عوامل دول. كيروش مدرب كلنا كنا متحمسين لما جه مسك منتخب مصر، لكنه فقد كل ثقة الجماهير في كل المباريات اللي لعبها لحد ماتش الكوت ديفوار. اللاعبين هم كمان كانوا مدين لنا الطباع انهم يا اما فاقدين للثقة وفاقدين للروح او في حاجة ناقصة. وبدون شك الانشقاق الأكبر كان بقى ما بين الجماهير والمنتخب. ما فيش حاجة اسمها واحد مصري ما بيشجعش منتخب مصر، ده مش موجود في الكتالوج بتاعنا اصلا، مش متاح. ولكن في بعد سنة والتانية والتالتة والرابعة تراكمات لمشاكل داخل الملعب وخارج الملعب من طول أمم أفريقيا اللي فاتت ومباريات تانية، وأداء فوات كتير غير مقنع، لا فنيا ولا ذهنيا ولا نفسيا ولا بالروح. أظن إن الجماهير شايفة إن الفرقة دي باللعيبة دي تقدر تطلع أحسن من كده، وبالتالي زعلانين وغضبانين. عشان سبحان الله نصعد تاني المجموعة فنقابل الكوت ديفوار، فرقة قوية جدا وتقيلة جدا، ومش بس نكسبها، الأهم من الانتصار هو الأداء والأسلوب والروح والتكتيك وخطة مدرب وكل حاجة اتظبط. كنت مستحيل اتوقع او اصدق ان العمل دي كلها ممكن تتظبط بالشكل دوت في 120 دقيقة بس. كيروش اللي كان بيتحسن واحدة واحدة بخطوات صغيرة جدا من مباراة للتانية في الدور الاول، اخد 7 ايام عشان يحضر لماتش الكوت ديفوار، وفاجئنا كلنا بمباراة تكتيكيا عالية قوي. قدر يكسب بيها ثقة اللعيبة من ناحية، ثقة الجمهور من ناحية تانية، رجع الحماس للجماهير مرة تانية وعشقهم ودفاعهم ورا المنتخب. اختفت الالوان واختفت شعارات الاندية، والكل بقى واقف ورا منتخب مصر ورا لعيبته بغض النظر عن اساميهم. والاهم من كل ده ان اللعيبه ذات نفسهم خدوا ثقه في نفسهم انهم يقدروا يلعبوا احسن ويقدموا مستوى اقوى من اللي كانوا بيقدموه. فبدات تطيب الجروح اللي ما بين المنظومه كلها علشان يتلم الشمل مره اخرى قبل مباراه المغرب، اللي مباراه مهمه جدا طبعا، نتمنى ان احنا نكسبها عشان عايزين ننافس على البطوله. زي ما قلنا قبل ما تبدا، منتخب مصر بيدخل اي بطوله عايز ياخدها. مباراه المغرب صعبه جدا، 50-50، منتخب المغرب تقيل جدا، ولكن طموح الناس بقت احنا عايزين نشوف نفس الاداء، نفس الروح، نفس التحضير التكتيكي، وبعد كده نكسب نخسر ده حوار تاني. بس غير بقى ماتش دور الثمانيه ده، انتصار الكوت ديفوار مهم جداً.
جدا كمان، لانه رفع املنا وثقتنا في المنتخب في ماتش السنغال بتاع كاس العالم. بدل ما كنا هنروح نلاعب فريق افريقي تقنيا عالي قوي زي السنغال واحنا خسرانين من نيجيريا ومن الكوتيفوار اللي هم منتخبين شبههم قوي، بقينا رايحين واحنا مش بس كاسبين الكوتيفوار، لا ده احنا عاملين عليهم مباراه عاليه جدا وقويه جدا ولعبنا احسن منهم واستحقنا الفوز بالطول والعرض. وعشان كده رد فعل اغلب الناس على انتصار مصر على الكوتيفوار كان مبالغ فيه جدا، وده واقعي. انا شخصيا قلت لكم ان انا ما بقتش مستني اداء حلو من المنتخب لاني ما شفتش اداء حلو من سنه 2010. حتى بطوله امم افريقيا اللي في 2017 وصلنا فيها للنهائي ما لعبناش ولا ماتش حلو الا النهائي اللي خسرناه. فلما اظهر بقوه وبشخصيه وباداء حلو وكمان اكسب وركلات جزاء والسيناريو ده كله ونشوف اللعيبه كلها واقفه مع بعض، ردود افعالهم اذا كان الشناوي وابو جبل بقيه اللعيبه كلها وهي واقفه على الخط البديل واللي بيطلع واللي ما بيلعبش كلهم فرقه واحده وايد واحده، احنا كمان بقينا ايد واحده وفي ظهره. حلو الكلام. تعال بقى نتكلم فني شويه. زي ما قلت كارلوس كيروش رفع سقف طموحنا شويه بتحضيرات تكتيكيه قويه جدا عملها لماتش الكوتيفوار، وفي رايي هتكون مفيده جدا في ماتش المغرب برده لان في شبه كبير ما بين اسلوب لعب الكوتيفوار واسلوب لعب المغرب. كيروش في الحاله الدفاعيه لعب ضد الكوتيفوار بطريقتين، في اوقات كنا بنلعب لو بلوك يعني دفاع متاخر في نص ملعبنا عشان نقفل المساحات، بس في اوقات ثانيه بالذات وقت ضربه المرمى وقت تحضير الكوتيفوار من رجل لرجل في نص ملعبهم كنا بنلعب ضغط عالي نسبيا بس مراقبه مان تو مان لصيقه واضحه وصريحه. مصطفى محمد اللي في الطبيعي هو السترايكر في اول واحد بيقابل قلوب الدفاع كان بيتاخر وبيلعب مان تو مان على لاعب الارتكاز بتاع الكوتيفوار، وعمر مرموش وصلاح كانوا بيضغطوا قدامه وبيتمركزوا ما بين قلوب الدفاع والاظهره علشان يحاولوا يخنقوا اللعب على الكوتيفوار ويمنعوهم من بناء اللعب من العمق. الدور الدفاعي والتكتيكي ده التزم بيه مصطفى محمد لحد ما تبدل وانهكه مش بس بدنيا ولكن ذهنيا، انك تخلي سترايكر يبقى عنده دور دفاعي قوي زي ده ويلتزم بيه بيخليه يفقد تركيزه شويه في الادوار الهجوميه، ولكنه نفذه على اتم وجه وخرج سيري ده بره الماتش خالص. اما القوه الثانيه للكوتيفوار كانت الاظهره اللي بتطير اذا كان سورجي اوريه من ناحيه اليمين او كونان من ناحيه الشمال، بالاضافه للوينجات اللي قدامهم بيبي ناحيه اليمين وجراديل او زا ناحيه الشمال. والمواجهه ده الظهير اليمين عمر كمال عمل ماتش عالمي وما كانش بيزيد كتير، ومحمد النني في اوقات كتير كان بيضم عليه، وفي الشوط الثاني عمرو السوليه اللي كان بيضم عليه عشان يقفل شويه المساحه اللي ورا محمد صلاح اللي كان بيحد من انطلاقات كومان بشكل مبدئي. اما الناحيه الثانيه الظهير اليمين سيرجي اوريه بيطير هو بيبي ولكن دايما في فتوح وعمر مرموش بادوار دفاعيه تقيله جدا والتزام 100%. خدني بقى على ماتش المغرب هتلاقي تشابه كبير جدا في اسلوب اللعب. وعيد خليل لوزيتش مدرب المغرب ظهر لغايه دلوقتي بتشكيلتين في البطوله دي، يا اما 4-1-4-1 يا اما 4-4-2. في كل الاحوال لاعب الارتكاز الاساسي في مركز 6 قدام قلوب الدفاع اللي بيساند الفرقه في كل هجمه وفي بنايه اللعب هو سفيان مراد. سفيان لاعب رائع انا بعشقه بالرغم من انه مع فيورنتينا السنه دي ما بيلعبش بشكل اساسي، الا ان في كلام كبير ان هو في اليومين دول ممكن يروح توتنهام اعاره عشان يلعب مع كونتي. كونتي كان بيمرن انتر السنه اللي فاتت ومرابط عمل موسم رائع السنه اللي فاتت مع فيورنتينا في عينه كانت عليه. مرابط دفاعيا قوي جدا كل هجمه من العمق هتعدي عليه، ولكن عنده مشكله ان هو بيقف على الكره كتير شويه في مواقف حساسه، وبالتالي فلازم كيروش يدي مصطفى محمد نفس المهام الدفاعيه بالظبط في مراقبه مرابط اللي ممكن يغلط، وفي الحاله دي هيسمح لنا بهجمات مبخته جدا للدفاع المغربي في المساحات اللي ممكن نستغلها. اما النقطه الثانيه فهي طبعا الاظهره والاجنحه. قوه منتخب المغرب بقى من على الاطراف في جبهتين اقوياء جدا، ناحيه اليمين عندك عمران لوزا الجناح الايمن، ولكن الاهم منه هجوميا بكتير هو افضل ظهير ايمن في العالم اشرف حكيمي. قوه حكيمي الجباره مش بس في سرعته وقوته البدنيه وكورته الحلوه ومهارته في التمرير والتسديد والعرضيات الخطيره، اشرف حكيمي ذكي جدا في انه يعرف المساحه الاخطر والانسب فين وهو بيزيد، يعني مش ظهير دايما بيزيد على الخط، لا اوقات بيفتح اللعب على الخط او اوقات بيدخل في العمق ويبقى مهاجم زياده، والراجل ما بيكررش لعبه كتير، يعني ممكن تلاقيه في العمق كمهاجم، ممكن تلاقيه بيعمل عرضيات بدري قوي، ممكن تلاقيه بيجري لحد ما يوصل على الخط علشان يعمل عرضيه اللي لورا في ال 18 لاي حد يلمس. وبالتالي فالميزه لينا ان فتوح ومرموش لسه طالعين من مواجهه ضد اوريه وبيبي فمتعودين شويه على ظهير طائر، بس طبعا شتان الفارق ما بين حكيمي واوريه، وبالتالي فلازم يكون في مسانده قويه جدا من الارتكاز اللي هيلعب ناحيتهم اذا كان السوليه او اذا كان النني او اي حد، الاثنين لوحدهم مش كفايه. الجبهه الشمال بقى المنتخب المغرب بالعكس القوه مش في الظهير الشمال ميسينا اللي غالبا هيقف ويتاخر مع محمد صلاح، ولكن القوه في سفيان بوفال. سفيان اصلا لاعب ممتع قوي من الناس اللي انت ممكن تتفرج على ماتش كامل عشان تشوف لمسات سفيان بوفال فيه، ولكنه في البطوله دي في فورمه مرعبه لانه نجح في تحويل مهاراته الفرديه والواحد على واحد والترقيص لهجمات خطره جدا يساعد بيها فرقته. قوه سفيان بوفال في كذا حاجه، اولا بيحاول دايما هو يفصل اللاعب اللي هيواجهه الظهير اليمين ده عن بقيه الفرقه عشان يحطه في موقف واحد على واحد وغالبا هيعدي، لان
توفال برغم ان هو ايمن فمش دايما بيكرر عدلته، مش دايما بيدخل لجوه مثلا عشان يشوت، لا ممكن يروح يمين، ممكن يروح شمال، ممكن ما يروحش في حته خالص ويهوشك ويلعب تمرير. ثانيا هو ذكي جدا في التحرك في الانسايد سبيسز او في البوكس، في المساحات اللي ما بين الارتكاز والاظهره وقلوب الدفاع. فاوقات هتلاقيه بيستلم الكره في العمق قريب للمرمى داخل ال18، وفي اوقات ثانيه هتلاقيه بيسحب نفسه خالص ويستلم الكره بره الضغط على الخط عشان يروح بوش. طب هعلي لك على ده كمان، في اوقات بيسيب الناحيه الشمال اصلا خالص ويروح يعمل زياده عدديه ثالثه كلاعب زياده ناحيه اليمين ويلضم اشرف حكيمي ولوز. وبالتالي مراقبه سفيان بوفال هتكون مش بس محتاجه تركيز بنسبه 100% من عمر كمال طول الماتش، لا بالاضافه لده هتحتاج تناسق وكلام قوي جدا ما بين عمر كمال وما بين الارتكاز اللي يلعب جنبه اذا كان السوليه او النني واحمد حجاج، لان كل هجمه مش هتبقى شبه اللي قبلها، فكل مره لازم يتسلم من لاعب للاعب وما يتسابش في مساحه وما يتسابش في واحد على واحد زي ما عملنا بالظبط مع زها وجرادال وبيبي ضد كوتيفوار، بس حاليا بوفال اقوى منهم كلهم. ثانيه انا عارف ان انا عمال اقول نقط قوه، بس زي ما قلت على ماتش كوتيفوار نقطه قوتهم هي ممكن تبقى نقطه ضعفهم، فنفس الكلام ينطبق على المغرب في حته الاطراف. اشرف حكيمي ظهير عالمي تاريخي اسطوري، بس قوته كلها في الهجوم مش في الدفاع. انفجار اشرف حكيمي على الساحه كان مع دورتموند في خط ظهر خمسة ورا، فكان بيلعب جناح بواجبات دفاعيه اقل، ونفس الكلام ينطبق على انتر وكونتي. مش بقول طبعا ان حكيمي ما بيعرفش يدافع، ولكن قوته في الهجوم مش في الواجبات الدفاعيه، وبالتالي زي ما مرموش مضطر ان هو يرجع يدافع مع فتوح، ففي نفس الوقت يقدر ان هو يهاجم المساحه اللي هتبقى في ظهر اشرف حكيمي، وهو وفتوح والسوليه او مصطفى محمد لازم يستغلوا المساحه اللي اشرف حكيمي هيسيبها وراه، وفي نفس الوقت يستغلوا محمد صلاح. ثانيه محمد صلاح الوينج رايت الناحيه الثانيه خالص، انت بتقول ايه يا نصر؟ ايوه محمد صلاح هو اللي هيساعد مرموش الناحيه الثانيه. اتفرج ثاني على ماتش الكوتوفار، وجود صلاح ناحيه اليمين بيقوينا هجوميا في حاجتين. الحاجه الاولى ان لو الفرقه اللي بتدافع ضدك عايزه تدافع بلاعب زياده هتحطه ناحيه صلاح، وبالتالي الناحيه الشمال بتفضى، بالذات بقى لو فيها ظهير بيهاجم اصلا وما بيدافعش كتير فهي اصلا فيها مساحه زي. والحلقه الثانيه ان لما صلاح بيستلم الكوره بقى ناحيه اليمين على الخط ويخش بيها لجوه، كل الفريق الخصم بيضغط عليه. مصطفى محمد اللي خلاص افريقيا كلها بكل مدربينها عارفين انه قوي جدا في الكرات العاليه، فاول ما بيتحرك على القريبه لازم حد هيروح معاه مان تو مان، فبرضه المساحه اللي هتفضى هتبقى ناحيه الشمال، شبه قوي الكوره اللي صلاح قطع بيها لجوه وراح لعبها للسوليه حطها فوق العارضه. اما استغلالنا للمساحه بشكل عام بقى ورا الظهير كان واضح جدا في الفرص الكتير اللي اتيحت لتريزيجيه في الشوط الثاني والشوط الاضافي لما نزل ورا اوريه. بدات تاخد بالك من كميه التشابهات ما بين ماتش الكوتيفوار وماتش المغرب، واحنا قعدنا اسبوع نحضر لده وبعدين دخلنا على ماتش شبهه، فدي حاجه كويسه. بس بالاضافه بقى لنقطه سفيان مرابط ونقطه قوه المغرب المفرطه من على الطرفين، اشرف حكيمي من ناحيه وسفيان مفال من ناحيه، فالمنتخب المغربي عنده سلاح ثالث فتاك وهو الكرات الثابته. لو في كلمه واحده بس اقدر اقولها للاعيبه منتخب مصر هم قاعدين قدامي قبل ما ينزلوا ماتش المغرب هي ما تعملش فاولات، ما تعملش فاولات من على حدود منطقه الجزاء من اي حته، لا من بره ال 18 ولا من على الاطراف. غير ان اشرف حكيمي مسجل هدفين من كور ثابته لعبهم على المرمى بشكل مباشر، فاحب اقول لك ان الكور الثابته من على الاطراف او العرضيات بشكل عام والركنيات خطر جدا، لان المنتخب المغربي بيمتلك ايوب الكعبي، يوسف النصيري، واحد من افضل اللعيبه في اسبانيا لعبا بالراس، بالاضافه لرومان سايس قلب دفاع وولفز اللي بيلعب براسه حلو قوي، وفي الموسم الحالي في البريمير ليج هو لاعب 11 كوره على الجول من كور ثابته او كور عرضيه، وده اعلى معدل لاي لاعب في وولفز ومسجل منهم هدفين. واخيرا قلب الدفاع الثاني نايف اجرد الا لاعب 17 كوره على المرمى مع نادي ران في فرنسا من الكور العرضيه وبرده مسجل هدفين، وال17 كوره اللي لعبهم على المرمى من اي كوره ثابته بتخش ال18 مش بس اعلى معدل اي لاعب في نادي ران، ولكنه ثالث اعلى معدل في الدوري الفرنسي كله. واللي متابعني من اول البطوله فاكتر لاعب لفت انتباهي في منتخب المغرب غير بوفال عارف انه لعيب وحكيمي ورومان سايس هو نايف اجرد، قلب دفاع قوي جدا رائع جدا بصراحه، متكامل ومركز قوي وبيقف على رجليه حلو وقراراته صحيحه، اكتر مدافع عاجبني في البطوله لغايه دلوقتي. فلو سمحت يا كروش قول للعيبه يعني بلاش فاولات من على الطرف، لو سبت اللعيب يرفع من الكوره اوبن بلاي كده واللاعب ماشي خطورتها غالبا هتبقى اقل، خاصه ان احنا اصلا تاريخنا مع الكور السته اللي بتيجي من فاولات ملهاش لازمه سيء، يعني ماتش اوروجواي كاس العالم، ماتش تونس في كاس العرب. المهم الكلام ده كله كان على المنتخب المغربي. طيب منتخب مصر يلعب ازاي؟ اعتقد ان الاولويه زي ما
ماتش الكوتوفار لازم تروح للتامين الدفاعي، ما نسيبش مساحات، ما نسيبش اللعيبه تتحط في موقف واحد على واحد على الطرفين. الهجمات المرتده هتبقى خطيره جدا زي ما شفنا في مباراه المغرب والجابون، بالرغم من ان المغرب ساعتها كانت بتلعب تقريبا بتشكيله الصف الثاني، ولكن كيروش عنده سؤالين لازم يجاوب عليهم قبل ماتش المغرب، وهما حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم. لو حمدي فتحي جاهز اكيد هيلعب، وفي رايي انه حتى لو ما كانش جاهز 100% فيبدا المباراه، ولو لعب ربع ساعه او ثلث ساعه ولقى ان هو مش قادر يكمل يتبدل. احنا عندنا 5 تبديلات وما اعتقدش احنا محتاجين نستغلهم كلهم، فعادي جدا ان انا اخد الريسك بحمدي فتحي، ولو قدر يكمل الماتش كله او يديني 60 70 دقيقه فانا كسبان. اما لو حمدي فتحي مش جاهز فكيروش ما عندوش الا خيارين، خيار غالبا هيعمله وخيار غالبا مش هيعمله لانه هيغير السيستم. ده طبعا خيار ان هو يلعب بثلاثه في قلوب الدفاع ويقلل اللاعب من نص الملعب، وهو ما عملهاش ولا مره والراجل بيؤمن بالسيستم بتاعه فغالبا مش هيعملها. وبالتالي الخيار الاول الاوقع هو وجود لاعب ارتكاز من لعيبه نص الملعب. مهند لاشين ما اعتقدش ان هو هيبدا بيه لانه ما بداش ولا ماتش في البطوله وما نزلش اصلا. فالخيارين المتاحين واحد هو تريزيجيه، والتاني اللي اتمنى انه يكون الخيار الصحيح هو زيزو. صحيح ان انا شايف ان زيزو موفق جدا لما بينزل من على الدكه، بيبقى عندنا سلاح قوي جدا بيقلب الماتش دايما في الدقيقه 60 و70، فشايف ان مهم جدا يبقى عندك لاعب قوي جدا ومؤثر وبيقلب الماتش من على الدكه. ولكن لو ما عنديش خيارات وحمدي فتحي مش جاهز، افضل خيار انني سته عمرو السوليه على شماله وزيزو على يمينه، يا ريت مش زيزو ارتكاز ناحيه الشمال لسببين. السبب الاول ان زيزو بيكون على عدلته فممكن يزيد ويروح على الخط شويه ويعمل لي عرضيات، وثانيا ان الناحيه اليمين بتاع زيزو اللي هي الشمال بتاعه المغرب الظهير بتاعها ميسينا ما اعتقدش ان هو هيهاجم كتير، فعايز لاعب دفاعي قوي جدا الناحيه الثانيه عشان يرجع مع حكيمي، وبالتالي مش عايز زيزو يبقى هناك. زيزو لو لعب شمال هيبقى هو ومرموش وفتوح بيدافعوا بس يعني، فهنشوف. محمد عبد المنعم طبعا ما فيش حد في مصر ما اتكلمش عليه، والراجل يستحق كل الاجاده بعد اداء رائع ضد الكوتوفار وركله جزاء مش طبيعيه وتحمل مسؤوليه كبيره جدا. بس اعتقادي ان لو الونش جاهز وفيت 100% هو اللي هيبدا، محمد عبد المنعم هيكون اوبشن وخيار زياده من على الدكه لو كنا كسبانين وعايزين نزود مدافع كمان في اخر ربع ساعه، اوبشن قوي. الا لو كيروش فاجئنا بقى وراح لعب محمد عبد المنعم ارتكاز بقى، هو لعبه باك رايت مره، لعبه مساك مره، يلعبه ارتكاز عادي. بس عارفين ايه من اكتر الحاجات اللي عجبتني في كيروش غير التحضير التكتيكي الماتش اللي فات؟ هو تبديله محمد شريف. اسالني ليه؟ لا انا عايزك تسالني ليه؟ الله اسالني ليه عشان اقول لك المعلومه اللي واقفه في دماغك. تبديله محمد شريف مكان مصطفى محمد بالنسبه لنا كلنا طبيعيه وواقعيه وسهله جدا، ولكن بالنسبه لكيروش لا. كيروش بناء على تبديلاته هو محمد شريف كان عنده في المركز الخامس في مركز السترايك، مصطفى محمد، بعدين مرموش، بعدين صلاح، بعدين مروان حمدي، بعدين محمد شريف. ده بناء على تبديلاته هو واختياراته. فلما يلعب في ماتش دور 16 مهم زي ده ويطلع مصطفى محمد وينزل مكانه محمد شريف، فده معناه ان كيروش ممكن يكون بيغير قناعاته. الدماغ الناشفه والعند اللي اتكلمت عليه في البطوله العربيه بدا يلين شويه وبدا يتغير شويه، ودي من اكتر العلامات الايجابيه اللي بتديني ثقه لما اشوفها عند المدرب، لان المدرب العنيد ده اللي عايز يثبت ان هو صح على حساب الفرقه وعلى حساب اللعب في حاجات واضحه وبديهيه جدا ده بيموتني. فاتمنى ان احنا ناخد كل الطاقه الايجابيه من المباراه اللي فاتت اللي موجوده عند الجماهير وعند اللاعبين وعند الجهاز الفني ونحطها في ماتش المغرب. زي ما قلت قبل كده الجماهير طبعا عايزه الفوز، ولكن الاهم الاداء قوي وانك تخلص كل اللي عندك، تجيب اخرك في الملعب، والنتيجه دي مش بتاعتنا. بعد كل اللي عملناه ضد الكوتوفار ده في الاخر لعبنا في ثلاثيات وكنا ممكن نخسر، ولو كنا خسرنا كنا هنشيد باللعيبه والمنتخب برضه. فخلي في بالك دايما ان ماتش المغرب ده 50-50، غير ان هو ديربي شمال افريقي، غير ان المواجهات المباشره في صالحهم. بس احب اقول لك، فاكر الرقم القياسي اللي منتخب الجزائر كان عايز يعمله دوت اللي هو سلسله اللا هزيمه اللي كان قرب فيها من منتخب ايطاليا ده 37 مباراه لا هزيمه؟ فالمغرب ماشيه على نفس السكه، 31 مباراه بلا هزيمه هي سلسله المغرب، هو في المركز الرابع عالميا، ما خسروش ولا مباراه من 2019. وخليك فاكر ان لو الماتش ده خلص تعادل لعبنا في بنالتيات فدي ما تعتبرش هزيمه. وحاجه اخيره بس قبل ما انسى، كيروش عشان خاطر كيروش الكوره الثابته بتاعتنا احنا بقى، يعني احنا جبنا جول من كوره ثابته من ركنيه، بس بعد كده كميه فاولات وكميه كوردرات وكميه كور ثابته ما بتشكلش منها خطوره حتى. احنا جول اللي كسبنا بيه المغرب في 2017 كهربا جاله من كوره ثابته، فيعني نشتغل الحته دي شويه بس شويه. وفي النهايه طبعا ان شاء الله وباذن الله نكسب المباراه، ان شاء الله نشوف مصر في قبل النهائي نلاعب الكاميرون. كل التوفيق والحب لجمهور المغربي الشقيق، 100% لو كسبتوا هنشجعكم، بس ان شاء الله احنا اللي هنكسب وانتوا اللي هتشجعونا. وفي النهايه كالعاده ما تنساش طبعا عايز اقول حاجه مهمه جدا لكل عشاق فيفا. هتلاقيك شفت ميمز كتير عليا، يعني ان انا يا جماعه والله انا واحد من يعني اللي حصل ده الحساب ده يعني
حسوا بيه انا معاكم والله، بلعب بمنتخب العرب بقالي 5 سنين، بدات اشم نفسي، فيعني خليكم معايا مش ضد. لو انت مش عارف انا بتكلم على ايه، فالفيديو اللي هيظهر دلوقتي ده هيبين لك اتفرج عليه. وانا بستريم كل يوم على بيج على فيسبوك، بيج اسمها نصوحي غير بيج بتاعه صباح الكوره، هسيب لكم الرابط بتاعها تحت الفيديو ده، ده اللوجو بتاعها. في ستريم تقريبا كل يوم كده، بيبقى متاخر على الساعه 11 او 12. والفرقه اللي هتشوفوها دي ايوه انا بلعب بيها فوت تشامبيونز الاسبوع ده، وهنشوف هنوصل بيها لفين. سلام.